اعتبر وزير الدفاع المصري محمد زكي أن القضية الفلسطينية تمر حالياً بمنحنى شديد الخطورة والحساسية في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتي توسعت خلال الأيام الماضية لتشمل مناطق جنوب القطاع. وقال زكي خلال كلمة في افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 بالقاهرة يوم الاثنين إن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض، هدفه هو تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف لاحقا في كلمته: لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس في مكان للضعفاء. وكانت مصر عبرت مراراً عن رفضها ما وصفتها بمحاولات تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مسألة التهجير خط أحمر للأمن القومي المصري. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً يوم الجمعة حذرت فيه من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعوات المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، مؤكدة مجدداً على موقف مصر الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضه باعتباره خط أحمر ولن يتم السماح بتجاوزه. ويذكر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 15,500 في قطاع غزة، من بينهم ما لا يقل عن 6,000 طفل و 4,000 امرأة وفقا لوزارة الصحة بغزة. جاء ذلك ردا على هجمات حماس الغير مسبوقة التي استهدفت بلدات في غلاف غزة وخلفت 1,200 قتيل أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وأدت إلى اختطاف 240 رهينة بحسب السلطات الإسرائيلية. وانهارت الهدنة بين حماس المصنفة إرهابية وإسرائيل يوم الجمعة بعد استمرارها 7 أيام تم خلالها الإفراج عن أكثر من 100 رهينة لدى حماس مقابل إطلاق 240 سجيناً فلسطينياً.